صباح الخير مشاهدينا. الأسواق المالية العالمية يعني في حالة من عدم الوضوحية، خاصة بعد ما جرى يوم أمس من الإيميل الذي تم إرساله من دونالد ترامب جونيور، ابن دونالد ترامب، الذي كان فيه يعني بعض الأمور التي لها صلة بالانتخابات مع روسيا، يعني خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة، فذلك يعني تم اتخاذه بشكل سلبي من قبل الأسواق العالمية، ورأينا تأثر الدولار الأمريكي وتأثر المؤشرات أيضا. يعني مؤشر داو جونز هبط بحدود 100 نقطة في خلال ثواني، ولكن هناك شيء ملفت يجب التكلم عنه ويجب توضيحه، يعني كيف عندما انخفضت هذه المؤشرات بشكل مفاجئ كيف عاورت الصعود وتصحيح الأرباح. هذا يدل على أن الأسواق المالية تتطلع أكثر إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، إلى البيانات، إلى الأرقام الاقتصادية، بعيدا عن ما يجري في السياسة وبعيدا عن ما يجري في يعني حول هذه القضية مع دونالد ترامب. الأسواق تثق على ما يبدو، تثق أكثر بالوقائع، بالأرقام وبالبيانات، وهذا ما كان واضحا يعني يوم أمس. من ناحية ثانية أيضا الأنظار تتجه اليوم إلى جلسة الكونغرس لجانيت يلين رئيسة الفيدرالي عند الساعة 6:00 مساء بتوقيت إمارة أبو ظبي، حيث ستقوم بإدلاء يعني أو توضيحات حول تقرير النصف الأول من العام. ومن الطبيعي أن يكون هناك يعني المهم هنا عندما يتم توجيه الأسئلة إليها حول مستقبل السياسة النقدية، حول رفع الفوائد، فلنرى إذا كانت يعني هناك تأكيد أكثر على مسار رفع الفوائد على الرغم يعني من انخفاض التضخم والأجور في الفترة الأخيرة. لنرى إذا لا زالت جانيت يلين تركز على الوظائف، فهي دائما تركز على أن زيارة الوظائف، وتحديدا إذا كانت فوق 200,000 وظيفة للوظائف غير الزراعية، فهي تعتبر هذا أمر جيد للاقتصاد، هو الذي يكون هناك generate inflation، يعني يولد التضخم. فهذه كلها إشارات مهمة يجب الانتباه إليها اليوم خلال جلستها في الكونغرس، وهي أيضا لديها جلسة أخرى يوم غد، ولكن الجلسة اليوم هي الأهم لأنها سيكون فيها يعني التوضيحات الأساسية. عند الجلسة الأسيوية يعني لاحظنا أن هناك عمليات تداول أو أحجام تداول أو سيولة خفيفة هذه الأيام، كان هناك عمليات بيع ملفتة للدولار الأمريكي عند افتتاح أسواق منطقة الشرق الأوسط من إمارة أبوظبي. وكما تعلمون نحن خلال هذا الوقت نقوم بتوفير الأسعار والسيولة لكافة الأسواق العالمية، نربط الأسواق الأسيوية بالأسواق الأوروبية. لاحظنا أن هناك عمليات تصحيح، يعني إعادة تصحيح على الدولار الأمريكي أو عمليات جني أرباح. يعني اليورو دولار يتداول حاليا عند 114.61، وهو كان في الجلسة الأسيوية وصل إلى مستويات 114.80. هناك بعض التصحيح، يعني عمليات شراء بسيطة للدولار الأمريكي. بالنسبة للجلسة الأوروبية هناك عند الساعة 12:30 بتوقيت إمارة أبوظبي سيكون بيانات مهمة من المملكة المتحدة، وهي الأجور، بيانات الأجور. لاحظنا أن الأجور في انخفاض خلال الفترة الأخيرة في المملكة المتحدة، وهو رقم مهم بالنسبة للمركز الإنجليزي. ففي حال يعني جاءت أقل من المتوقع اليوم أو جاءت حسب المتوقع، لأنه حسب المتوقع هو منخفض حوالي 0.4% عن الشهر الماضي، ففي حال جاءت يعني حسب المتوقع وأقل من المتوقع فذلك سيكون سلبي بالنسبة للجنيه الاسترليني. ولكن إذا كان هناك أي مفاجأة أو جاءت أفضل من التوقعات وارتفعت يعني فوق 2.5%، فذلك سيكون إيجابي جدا للجنيه الاسترليني، وذلك يعطي دفع أكثر للمركز الإنجليزي من أجل أن يقوم بتغيير سياسته النقدية والبدء برفع الفوائد. هذا بالنسبة للجلسة الأوروبية. الجلسة الأمريكية كما تكلمت عند الساعة 6:00 مساء سيكون هناك يعني انتظار ولقاء لجانيت يلين. وأود أن نذكر أيضا قبل هذا الأمر عند الساعة 4:30 بعد الظهر بتوقيت إمارة أبوظبي سيكون هناك قرار المركزي الكندي بخصوص رفع الفائدة. هناك توقعات أن المركزي الكندي سيقوم برفع الفائدة، وهناك حديث أيضا يعني بأن هذا الأمر أصبح برايس إن، يعني تم تسعير هذا الأمر بالنسبة للدولار الكندي. فهذا كان كل شيء مشاهدينا لليوم، سنوافيكم بأي جديد ونلقاكم في فقرة جديدة يوم غد. شكرا لكم.